بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد يا أصدقائي، لا يخفى أحد في العالم الآن أنه الخبر الأكثر إثارة للذعر هو أن روسيا تقوم بإعادة صياغة عقيدتها النووية. ولكن السؤال هنا، عمرك سألت نفسك ما هي العقيدة النووية الروسية الحالية التي يتم إعادة صياغتها، وما ستكون العقيدة الجديدة؟ والسؤال الأخطر، ما هي العقيدة النووية الأمريكية؟ إذا عرفت إجابات هذه الأسئلة ستكتشف الفخ الذي سقط فيه العالم، وكيف أن روسيا وأمريكا كلاهما خدعا البشرية برمتها، وستكتشف الدور الحقيقي لمنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بحظر الانتشار النووي وتفكيك الأسلحة النووية وتفتيش المفاعلات النووية حول العالم. وعشان نفهم الليلة كلها، يبقى لازم أحكي لك، اضغطوا لنا لايك، ارفعوا لنا ريت هذه الحلقة، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، ولنبدأ على بركة الله. وتعال أحكي لك، أهلا بكم مرة أخرى يا أصدقائي. تحدثنا في القناة قبل أيام والعالم كله يعرف أن روسيا تقوم الآن بإعادة صياغة عقيدتها النووية. الخبر هذا طبعا مرعب، العالم كله بانتظار الاستماع إلى العقيدة النووية الجديدة. ولكن السؤال، عمرك سألت نفسك ما هي العقيدة النووية الحالية لروسيا التي سيتم إعادة صياغتها؟ العقيدة النووية الروسية تنص على 4 حالات فقط يحق لروسيا فيها استخدام ترسانتها النووية. الحالة الأولى هي توجيه ضربة نووية إلى روسيا، في هذه الحالة يحق لروسيا أن توجه ضربات نووية انتقامية. أما رقم 2، في حال تلقى أحد حلفاء روسيا ضربة نووية، روسيا ستقوم بتوجيه ضربات نووية انتقامية. أما الحالة الثالثة هي تلقي روسيا ضربات غير نووية ولكن كبيرة في البنية التحتية، بما قد يعطل قدرة روسيا على الردع النووي. يعني مش هيضربوها ضربات نووية، ولكن ضربات موسعة وهائلة على البنية التحتية قد ينتج عنها تعطل أنظمة الردع النووي الروسي. في هذه الحالة، قبل أن تتعطل الأنظمة، ستقوم روسيا باستخدام ترسانتها النووية. الحالة الرابعة هي تعرض روسيا لأي ظروف استثنائية أو خارجة عن المألوف قد تشكل خطر وجودي على الدولة الروسية أو الشعب الروسي. هنا أعطيك على سبيل المثال، ليس مذكور في العقيدة ولكن تفهمها، افترض الآن انتشر وباء فيروس في الأراضي الروسية، أصاب الشعب الروسي وكان شرس جدا، تحول إلى جائحة في الداخل تهدد حياة الشعب الروسي. وحصلت المخابرات الروسية على معلومات تفيد بأنه اللي وجه هذه الضربة البيولوجية دولة معينة. في هذه الحالة، لم تتعرض روسيا لضربات نووية، لم تهدد بنيتها التحتية، لم يتم تشكيل أي خطر على قدرتها النووية الردعية، ولكن هناك خطر وجودي على الدولة، فبهذه الحالة قد تستخدم الأسلحة النووية. هذه هي العقيدة النووية الروسية الحالية اللي يتم إعادة صياغتها. طيب، ما هي العقيدة النووية الروسية الجديدة؟ خذها مني أنا، ستكون توجيه ضربة استباقية وقائية لأي دولة في العالم تشرع لتوجيه ضربات نووية لروسيا. إن المخابرات الروسية أول ما ترصد أي تحركات لتوجيه ضربة نووية أو توفر أي واحد من الشروط 4 في العقيدة السابقة، ستقوم روسيا بتوجيه ضربة نووية. طيب السؤال هنا، هل فعليا عقلك يتصور أنه ممكن روسيا الصباح تقوم بتوجيه ضربات نووية مثلا لبولندا، تمسحها من الخريطة وتطلع تقول والله يا جماعة أنا كان عندي معلومات استخباراتية مؤكدة أنهم هيوجهولنا ضربة نووية بعد 3 ساعات؟ هل الموضوع هنا منطقي؟ في الحقيقة يا صديقي، لا تتعجب كثيرا، خصوصا عندما تعرف ما هي العقيدة النووية الأمريكية. هل عمرك سألت نفسك ما هي العقيدة النووية الأمريكية؟ العقيدة النووية الأمريكية تنص على التالي، إنه الأسلحة النووية الأمريكية هي أداة رئيسية، وركز لي في المصطلح هنا،
ليست فرعية أو حل أخير، هي أداة رئيسية لحماية الدولة، لحماية الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن استخدامها في الظروف الاستثنائية التي تشكل خطر على مصالح أمريكا أو أحد حلفائها أو شركائها. إذا أنت تفهم في المفردات هتفهم أن العقيدة النووية الأمريكية خطيرة جدا، لأنها استخدمت ألفاظ فضفاضة ومنحت نفسها صلاحيات موسعة لتوجيه ضربات نووية في أي مكان في العالم في حال الإضرار بمصالح أمريكا. يعني أنت لست مضطر أنك توجه ضربة نووية لأمريكا أو أنك تضع عليها تشكل عليها خطر وجودي أو تمس بأراضي الدولة وشعبها، لا، أنت بمجرد أنك تضر بمصالحها يحق لها استخدام الأسلحة النووية. هذه العقيدة الأمريكية طبعا هي العقيدة الجديدة اللي أصيغت في العام 2018 وهي عقيدة نووية خطيرة. الكارثة هنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمحاربة الانتشار النووي، منظمات ومؤسسات دولية لحظر الانتشار النووي وفرض عقوبات على أي دولة تفكر في الوصول إلى سلاح نووي، أي دولة حابة من الحلفاء طبعا حتى تستخدم أو يعني تبني عندها مفاعل نووي سلمي كمحطة كهروذرية، هيجوها المراقبين الدوليين ويعيشوا داخل المحطة عشان يتأكدوا إنها سلمية. فلما تشوف طريقة تصرف الولايات المتحدة الأمريكية مع العالم في مجال التسلح النووي يحسسوك، الأمريكيين يحسسوك أنه الأسلحة النووية هذه لن تستخدم بعد اليوم، إنها كانت غلطة. والله الأسلحة النووية هذه غلطة، إحنا اخترعناها قبل 60-70 سنة غلطة أيام ما كناش عارفين إنها قد تدمر البشرية، عشان كذا إحنا مش هنستخدمها بعد اليوم ولا هنسمح لأي دولة في العالم إنها تستخدم أسلحة نووية أو تصنع أسلحة نووية أو تتحول إلى دولة نووية. فأنت تحس بالأمان، ولكن في الحقيقة العقيدة النووية الجديدة التي أصيغت في العام 2018 توريك أنه أمريكا من حقها تستخدم أسلحة نووية في أي وقت، أنت مش مضطر حتى أنك تشكل عليها خط، أنت ضر بمصالحها في أي مكان في العالم. وهذه نفس المبدأ اللي كانت أمريكا ستوجه ضربات نووية للاتحاد السوفيتي أثناء أزمة الصواريخ الكوبية، علما أنه ما يفعله بوتين الآن في أوكرانيا هو نفس ما كانت ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية في كوبا عندما وصلت أسلحة السوفيت إلى قرب الأراضي الأمريكية، والآن ما تفعل روسيا نتاج وصول أسلحة الناتو والأمريكية إلى حدود روسيا على بعد 450-500 كيلومتر من موسكو. فهمت العقائد النووية؟ فهمت أنه اللي يقول لك لن يتم استخدام الأسلحة النووية وأن هناك حظر للانتشار النووي وبعض الدول تقلل ترسانتها النووية ويمنع على أي دولة استخدام أو تصنيع سلاح نووي لأن العالم لن يستخدمها مرة أخرى؟ هذه كلها أكاذيب. في دول في العالم معها أسلحة نووية وعقيدتها تسمح لها باستخدامها أي وقت. المشكلة الآن فس أنه لا أحد يشكل خطر وجودي عسكري على الولايات المتحدة الأمريكية، وفهم ما معنى خطر وما معنى خطر وجودي. لا أحد يشكل عليها خطر وجودي، علشان كذا هي مش مستخدمها ولا بتيجي على سيراتها. الوحيد الآن اللي يشكل خطر وجودي فعلا على الولايات المتحدة الأمريكية هي الصين، ولكن الخطر هنا اقتصادي وليس عسكري، ولا يمكنك الذهاب للحديث عن الأسلحة النووية. أما الخطر الثاني اللي هو وجودي عسكري هو الخطر الروسي، ولكن أمريكا ساحبة نفسها ومخلياه يتضارب هو والنيتو، وإذا حصل التحام نووي سيكون بين روسيا والنيتو والمستفيد الولايات المتحدة الأمريكية. فهمت حرب العقائد النووية هنا كيف؟ فهمت أنه حتى في حين كانت العقيدة النووية الروسية هو عدم استخدام الأسلحة النووية إلا في حال تلقت روسيا ضربة نووية أولا فتقوم بالرد النووي، كانت عقيدة الولايات المتحدة الأمريكية استخدامها في أي مكان في العالم في حال تشكيل ضرر بالمصالح الأمريكية أو أحد شركائها أو أحد حلفائها. فهمت إيش اللي بيحصل الآن؟ هذا الموضوع أنا حبيت ألخصه لك ببساطة شديدة،
هو أكثر تعقيدا وفي المصطلحات، ولكن حبينا نوصله ببساطة عشان كل الناس تستوعب الموضوع وتعرف ما الذي يحدث في العالم، وأن الحرب النووية قادمة قادمة. ولكن أنا عندي إحساس إنها ليست بالطريقة اللي إحنا نتوقعها، أن نرى ضربات نووية في الغرب، وإنما هم يخوضوا حرب نووية ولكن على أراضي الشرق الأوسط. في ختام هذه الحلقة أصدقائي، أتمنى أكون عرفت ألخص لك النقاط الرئيسية ووصل لك الفكرة، إنه أمريكا بتقول لك يمنع على أي دولة امتلاك أسلحة نووية غيرنا إحنا طبعا، لأنه إحنا عاقلين مش هنستخدمها أصلا، بينما العالم متهور هيستخدمها فورا، ولكن في الحقيقة لم يستخدموها لأنه لم يأتي دورها أو ما احتاجوها إلى الآن. ليس هناك خطر وجودي على الولايات المتحدة الأمريكية سوى حرب أهلية داخلية جاية في النهاية، وهذه لا يمكن استخدام فيها ضربات نووية في الداخل، من الداخل إلى الداخل. في ختام هذه الحلقة أصدقائي، لا يسعني سوى أن أشكر كل الناس اللي وصلوا معنا للدقيقة الأخيرة، وأهلا وسهلا بكل الإخوة والأخوات الجدد ضمن أسرة زوايا مظلمة. أكثروا من الصلاة على النبي في التعليقات، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، اضغطونا لايك، ارفعونا ريت هذه الحلقة، وحتى أراكم في حلقة أخرى. هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسمي، دمتم بود وسالمين جميعاً.